كان عندنا واحد لقاء مع السيد الكونسيل، تختارين احنا جوج الناس، راجل وواحد السيدة، انا وواحد السيدة، ودوينا على الناس، دوينا عليهم، دوينا على الناس زعما بصدر الرحب، ما قلناش ما شكيناش على روسنا، حيت الا بغينا نشكيو على روسنا ما يعطيناش وقت، شكينا على الاحوال ديال الناس، قلنا لهم بغينا الناس، هاد الناس بغيناهم يمشيو في اقرب الاجل لانهم كيفقدوا العمل ديالهم، خلي الوليدات ديالهم بوحدهم لانهم عندهم ظروف قاسيه. قال لك اودي حنا كندرسوا حاله بحاله، وهاد الحالات كنسبقوا الناس اللي هما شويه معقده، بحال اللي مريض، بحال اللي مخلي الوليدات، بحال اللي واحد غادي يطلع العمل ديالو. قال لك وحنا راه كندويو على عليكم كاملين، يعني لا ما بين السلطات الفرنسيه ولا السلطات المغربيه، واخدين واحد المجهود كيحاولوا باش ما امكن يديو الناس. وذكرنا على مساله ديال الناس اللي عندهم باسبور احمر وباسبور اخضر، واللي عندهم شهاده الاقامه، واللي عندهم الريسيبيسي توصيل. قال لك اللي عندهم الريسيبيسي غادي يوفى، ولا باسبور اخضر غيوفى، يشوفوا مع السلطات المغربيه، فهمتيني، يشوفوا مع السلطات المغربيه. قال لك ولا الباسبور اخضر ولا الباسبور احمر، احنا راه بحال بحال، احنا كندرسوا هاد الحالات اللي لقينا الحاله ديالو مستعصيه راه كنعيطوا عليه. اليوم قالوا لنا راه حنا كلشي غادي ان شاء الله غادي يمشي، ولكن كي الناس اللي هما دايرين عندهم مرض صعيبه شويه هما اللي كيدوهم الاولين، ومن بعد كنبقاو قال لك كندوب شويه بشويه، في عاود ثلاثه الطيارات كيدو، كاين غير جوج ما كاينش اكثر. قال لك راه في هاد الشهر هذا كله كاينين الطيارات اللي كيمشيو، وحنا كندوب شويه بشويه، حتى من هنا ل 30 ولا 31 ان شاء الله يكون كلشي مزيان، كلشي ان شاء الله يمشي. خاص غير الانسان قال لك ما يبقاش تجمع وما يبقاش هاد الشيء ديال هذا ديال المشاكل هنا باش ما نديروهاش، باش يكون كلشي مزيان ان شاء الله، وراه كلشي غادي يمشي.